ورسوله. الإمام أحمد لما سئل عن يزيد بن معاوية قيل له أتلعنه عنه؟ قال كيف لا ألعن من لعنه الله في كتابه؟ فقال ابنه وأين وجدت لعن يزيد في كتاب الله؟ هذه رواية صحيحة ذكرها القاضي أبو يعلى الفراء عن أبي بكر الخلال الحنبلي، رواية صحيحة عن أحمد. بنقول للمتمسلفين اللي بدافعوا عن هؤلاء اللعناء اللقطاء الطلقاء عفوا اللعناء الطلقاء، فقال له في قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. قال له أي قطيعة رحم أعظم من قتل الحسين وأهل بيت النبي؟ كيف ألعنوش الملعون هذا؟ وهذا ينطبق على برضو مروان، ولك هذول أولاد عمك، علي هذول أولاد عمومة، ما أنتوا شفتوا كيف قلنا بني عبد شمس كذا، أولاد عمك هذولا، هكذا تفعل في